أين الأمل والعناء؟ طيف أطل كالرجاء، حلما وصل واللقاء، يوم جلل من ضياء. أين الأمل والعناء؟ ضيف أطل لك الرجاء، من وصل واللقاء، يوم جلل من ضياء. من عتمة الليل لبى نجانا، خلف الروابي أتانا، عهدا أن نحمي ثرانا ذرانا. لا لا لن تهاني حمانا، كالأمان أرواحنا نور الفدا، ترتحل إلي الصدى. لا تحزني ما ضاعت سدى، هزت الطغيان والردى. لا تحزني ما ضاعت سدى، وترقبي روحي غدا. رحيل شانفو والبحث عن وولونغ. بعد معركة جواندو قادت ساو جيشه نحو الجنوب، ولم يكن ليو باي قادراً على المقاومة، فاضطر أن يلجأ مع قريبه ليو بياو إلى جينتشو، ثم ذهب إلى مدينة شيناي. هناك التقى القائد ليو باي برجل غامض يدعى شانفو، وعينه رسمياً ككبير للخبراء الاستراتيجيين. وباتباع استراتيجيات شانفو هزم ليو باي قوات تساو ليحتل فان تشينغ بعد ضربة قوية. لقد احتلوا فان تشينغ، أنا أستحق الموت. الخسارة في الحرب أمر معتاد، ولكن تعلم من خطائك. كانت هزيمة ليو باي ستكون سهلة للغاية، ولكنني لم أكن أعتقد أن شانفو سوف يعود، إنه يدير الحروب جيدا. ها؟ قلت شانفو؟ إن شانفو هو نفسه جزوشو، قتل رجلا بالخطأ فهرب وغير اسمه. وهل يمكن مقارنته بك؟ إنه أفضل مني عسكريا يا سيدي. إذا كان كذلك يجب أن ألتقي به شخصيا. لا تقلق، هناك حل. إن والدة شانفو امرأة مسنة، فإذا تمكنت من أخذها كرهينة عندها سيأتي ويتعهد بالإخلاص لك. يبدو أن سيد شانفو ابن مطيع جدا. ماذا؟ قلت أمي؟ أجل، شانفو ما الذي حدث؟ يجب أن أغادر أيها القائد. لماذا؟ لقد قامت ساو بأخذ والدتي كرهينة. أيها القائد، أنت تعلم أن شانفو يعرف سر قواتنا جيدا، فإذا تركناه يذهب إلى تساو تساو كي يتعامل معه، سنكون كما أننا قطعنا ذراعنا القوية بأيدينا. أنا لا أستطيع تحمل إبعاده عن والدته يا سون كيان. سيدي، إن العواطف لن تعود علينا بالنفع في هذه الحرب، عليك أن تعتقل شانفو في الحال. وعندما يقوم تساو تساو بقتل والدته، عندها سيحقد شانفو على تساو تساو، وبالمقابل سيصبح أكثر ولاءً لك.
لو قام العدو باعتقال والدتك فهل سيكون هذا رأيك؟ لا أريد أن أكون وضيعاً مثل تساو تساو يا سون كيان، فأنا أفضل أن يخونني العالم كله على أن أخون شخصاً واحداً في هذا العالم. تفضل. صحيح أنني سأذهب قريباً إلى الشمال، ولكن صدقني لن أعطي أي مشورة إلى تساو تساو، أعدك بذلك. انتبه، إنه وغد. كل ما أخشاه أنني لن أستطيع القتال لتوحيد البلاد بعد الآن، ولا يسعني إلا الانتظار في شودو وسماع خبر انتصاراتكم. اسمح لي أن أوصي بشخص لك. إنه شخص بارع جدا يا سيدي القائد. أتمنى ذلك. إذا قبل أن يساعدكم عندها يمكنكم بالتأكيد السيطرة على العالم بأسره وبسهولة. أنت جاد؟ ومن يكون هذا؟ إنه السيد وولونغ ولقبه جوغي، واسمه ليانغ كونغ مينغ. هيا. ليانغ كونغ مينغ. ليانغ كونغ مينغ؟ كونغ مينغ، أنت تقارن نفسك مع جوان تشونغ ويويي، ثم ماذا؟ يمكن للعالم البارع أن يصبح مسؤولاً. شقيقك جوغي كان مسؤولاً تحت قيادة سون شوان، ولكن أنت كنت تقوم بصناعة الفوانيس لإرضاء القرويين. ألم تفكر في إدارة البلاد لمنح الناس السلام؟ حسناً، إن إنقاذ أشخاص نحبهم هو أكثر أهمية لنا، فإلى متى سنبقى راضخين للشر؟ إلى أين ستذهب؟ سأذهب لزيارة وولونغ. ولكن ألم نتفق على مشاهدة الألعاب البهلوانية هذا اليوم؟ إن هذه الزيارة يا أخي مهمة جدا. ألا يمكننا تأجيلها؟ للأسف لا يمكن، وخصوصا في هذه الأوقات. هل فكرت يوما أن قواتنا لم تكن أسوأ من قوات تساو تساو يا أخي وقادتنا؟ كانوا يقاتلون بكل شجاعة، ولكننا نعم هزمنا دائما على يد تساو، والسبب الرئيسي في ذلك هو نقص في مهارات القيادة التي لدينا. ولكن أيها القائد، بعد قدوم شانفو تغير هذا الوضع. صحيح، نحن بفضله انتصرنا، والآن نحن ينقصنا خبير مثل جان جونغ أو تشانغ ليانغ. لابد أن مثل هؤلاء القادة الاستراتيجيين نادرون. ربما أوصى شانفو بالسيد وولونغ كتعويضا عنه فقط، لكن هذا لا يعني أبداً أنه بارع مثله، وإلا لما كان تردد بتقديم خدماته عندما سمع عن أفعالنا. أعتقد أنك لازلت تفكر بعروض البهلوانات. كلا. هل هذا هو منزل السيد وولونغ يا آنسة؟ أنت لبيق جدا، يبدو عليك أنك شخص راشد، فلماذا تتصرف كالأطفال؟
كيف تتجرئين؟ أجيبي عن السؤال وحسب. حسناً، لن أجيب. إياك وأن تحدثني بهذه الطريقة. يا لك من فتاة. آنستي، هل السيد ولونغ موجود؟ خرج بحثاً عن الأعشاب. هل تعلمين متى سيعود؟ لا يوجد وقت محدد، ربما 3 أيام وربما شهر. هل تعرفين إلى أين ذهب؟ إلى ذاك الجبل هناك. حين يعود قولي له إن قائد أسرة هان سيد يي تشينغ حاكم يوتشو وعم الإمبراطور اليوباي قد أتى لزيارته هنا. وما الذي سيؤكد لي أنك عم الإمبراطور أيها الرجل؟ يا لك من طفلة ثرثارة ومزعجة. حسنا، أرجو أن تخبريه أن اليوباي سأل عنه. شكرا لك. عفوا. أخي، ما المشكلة؟ ما أجمل الجبال تموج بالأطلال، والصبح إن أتى تبتسم التلال. لابد أنه ولونغ. سيدي، كنا في انتظارك. ها؟ أصحاب السلطة يتجاوزون القانون، ولهذا أنا اليوباي سليل تشونغ شان وأمير جينغ وانغ. يا سيدي، أتعهد بحماية بلاط هان، ولكن كي أساعد الناس فأنا بحاجة ماسة لمساعدتكم، فرجاء لا تخذلني. لكل شيء قواعد ثابتة، فالإمبراطورية المقسمة يجب أن تتوحد لفترة طويلة دون أن تتفكك. لا تحاول أن تقهر هذه الطبيعة أبداً، لأن هذا لن يجديكم نفعاً. أرجوك يا سيدي، أنا أطلب عونك، ساعدني، سأبذل كل جهدي كي أنقذ بلدنا. أنا آسف، لست وولونغ، بل أنا صديقه تسوي زوبينغ يا سيدي. أنت السيد تسوي؟ لقد سمعت عنك. لطالما كان وولونغ لا يبالي بالمكافآت أبداً. لا يمكنك إقناعي بالخروج كي أقاتل معك أيها القائد. أنا كسليل للعائلة المالكة، كل ما أفعله أني أحاول بذل قصارى جهدي لإحياء بلاط هان. وسوف تقول لي إن هدفك هو وحدة البلاد، أليس كذلك؟ سيد تسوي، أنت إحدى المواهب الرائعة في فن خطط الحروب، فأرجوك أن تقوم بمساعدتي. هل تعرف ما هو نوع العشب الموجود في سلة الخيزران؟ لا. عشبة الملاك. ماذا؟ نعم، إنها بالتأكيد عشبة الملاك. ما أجمل الجبال تموج بالأطلال. هذا الرجل وقح حقاً. أجل إن الأشخاص الحكماء مزعجون حقاً، وهم يثرثرون أكثر مما يقومون بالأفعال. تباً لهم، حكمتهم زائفة، لن تنفعنا حكمتهم. الحصان خائف. أنت خائف أكثر، أليس كذلك؟ كل هذا بسبب شانفو، لم يكن علينا الخروج بحثاً عن وولونغ، ولا كان علينا التحدث بكل هذا الهراء مع المدعو تسوي. ليو حريص دائماً في البحث عن المواهب. أعتقد أنه كان يواسي نفسه بكل هذه الأوهام. لا، دعم وولونغ يستحق هذا. أخي، أنت تحاول تعذيب نفسك بهذه الطريقة. أخي، لقد علمت والدة شانفو أن تساو تساو قد قام بخداع ابنها، عندها غضبت كثيراً وماتت محمومة. ماذا؟ لا. سيدي، لقد سمعت أن السيد وولونغ قد عاد. جيد، سأذهب لزيارته. أخي،
لقد تعافيت للتو، والثلج يتساقط بغزارة، وهذا قد يؤثر على صحتك. علينا ألا نضيع الوقت أكثر، أريد أن أراه في أقرب وقت ممكن يا كوان يو. انتظر أخي. أعتقد أن وولونغ يتمتع بشهرة لا يستحقها، ولذلك كان يتجنب اللقاء معنا. إن هذا اليوم ليس مناسباً لهذه الزيارات. إن أردت رؤيته أرسل في طلبه ليأتي إليك، فلا داعي لذهابك طالما تستطيع إحضاره. علينا احترام الحكماء والتواضع أمامهم، إنهم العقول التي تنير دروبنا. الثلوج تتساقط والأحصنة لا يمكنها السير الآن، سنزوره في يوم آخر يا أخي. لنذهب سيراً على الأقدام. اخرج إلينا يا ولونغ. بالرغم من أن الثلوج كثيفة لكنك عدت إلى هنا. مرحبا يا صغيرتي. انتظر، لماذا كنتم تصرخون هكذا؟ ترى هل عاد السيد يا فتاة؟ أجل، وهو يقرأ. تفضل. سيدي، عاد الرجل صاحب الأذنين الكبيرتين. سيد ولونغ، إن هذا قائد أسرة هان وسيد يي تشينغ وحاكم يوتشو، وهو عم الإمبراطور واسمه ليو باي. ها؟ أنتم تريدون أخي إذن؟ ها؟ أخوك؟ مرحبا. للأسف إن أخي ليس هنا هذا اليوم. ما خطب أخيك يا رجل؟ لقد أخبرونا أنه عاد وأنت تنكر هذا. ماذا يفعل في الجبال في مثل هذا اليوم؟ لكن هذا اليوم العاصفة لم يمنعكم من القدوم إلينا. حسنا، من أنت؟ إنه الولد الثالث هنا. أنا زوجي جون. حسناً يا سيد زوجي جون، متى سيعود أخوك السيد وولونغ؟ أخبرنا من فضلك. لقد خرج مع صديقه السيد تسوي كي يقطفا زهر البرقوق وبعض الأعشاب، وسيزوران الجبل قبل العودة. يبدو أنه سوف يتأخر قليلاً، ولهذا سأترك له رسالة وأرجو منك أن تخبره أنني سأزوره لاحقاً. حسناً، تفضل. شكراً لك. بلغوا تحياتي وداعا. إلى اللقاء، ونحن آسفون على تأخيرك يا سيدي. صدقني يا أخي، إنهم وقحون ولا يستحقون كل هذا العناء. اصمت. قل لي، ما هي مشكلة تسوي زوبينغ هذا؟ إنه يعرف أننا سنأتي لزيارة السيد وولونغ، ورغم ذلك أخذه ليقطف الأزهار معه. أيها الرجل، لماذا تصرخ هنا؟ أخي. يا أخي. أخي، انتظر. هل رأيت القائد ليو باي؟ إنه يحضر نفسه للخروج يا سيدي. ما الخروج؟ وهل قال لك إلى أين سيذهب؟ قال إنه سوف يذهب لزيارة السيد وولونغ اليوم. ماذا تقول؟ ما الأمر؟ إن كنتما تريدان قول أي شيء فقوله في الحال. لا شيء،
لقد جهزنا الطعام والشراب، هيا تفضل. سأتناول طعامي حين أعود، أما الآن فسأنطلق للبحث عن سيد وولونغ. أخي، ألا تظن أنك نسيت تاريخ هذا اليوم تماماً؟ لم أنسى أبداً، قبل 7 سنوات مضت أقسمنا عهد الأخوة في هذا اليوم. إن لم تنسى، فعليك أن تحتفل معنا بدلاً من البحث عن المغرور وولونغ. لا يا أخي، لقد ذهبنا إليه عدة مرات وأظهرنا له صبراً واحتراماً كبيرين، فإذا كان يريد رؤيتنا سيأتي من نفسه. إنه رجل لا يستحق منك هذا التعب، إن أردت جئتك به مقيداً. لا تتدخل، أنت لست صبوراً أبداً، لذلك أرجو ألا تتبعني الآن. ماذا؟ سنذهب نحن الثلاثة معاً، وإلا فلن يذهب أي منا أبداً. إذا ذهبت إلى هناك فسوف تسيء للسيد وولونغ بغضبك يا أخي. أنت الأخ الأكبر والأمر متروك لك، وأنا سأطيع أوامرك مهما تكن، ولن أعارضك أبداً. شكراً جزيلاً لك يا أخي. يا إلهي، لقد عاد الرجل الغاضب إلى هنا بسرعة. ترى هل عاد السيد أيتها الصغيرة؟ لقد عاد يوم أمس وهو يأخذ قيلولة الآن، هل تريد مني أن أوقظه يا سيدي؟ لا دعيه، يمكننا أن ننتظره حتى يستيقظ. انتظري، إلى أين أنت ذاهبة؟ إنني أقود البطاط نحو بيتها. روحي غدا